بقى انت شال الورد مني عشان تديله امي. ما تفهمنيش غلط يا علي، انا كنت جايه لك، وبعدين فجاه وانا نازله لقيته واقف قدامي وماسك الورد ده وبيديهولي وبيستغل ضعفي ان انا من بعد المرحوم ابوك ما مات ما حدش اداني حتى ورده بلاستيك يا حبيبي. يا ندله، استغل ضعفك، امشي اطلعي شحيتك فوق، حسابنا بعدين. حاضر يا بابا حاضر. يا عمي ما تفهمنيش غلط، مش معنى يعني ان انا بدي امك ورد احمر في عيد الفلنطين يعني ان لا سمح الله بيني وبينها حاجه وحشه. امال ده تسمي ايه؟ ده يا علي يا ابني ده محبه. انا عايش شويه من المحبه دي بقى. ايه ده، انت هتاخد الورد مني يا علي؟ اه. طب والفلوس اللي انا دفعتها؟ محبه. منور يا شريف. دنواك يا دكتور. في صوت طلع كده. انا يا دكتور دي ميسونتي خطيبتي اللي حكيت لك عنها. جبتها منين؟ السوق السوداء. دكتور بعد اذنك دكتور هزعل. شفت بقى، شفت بس ما تلعبش بحاجه، ما تلعبش بحاجه، الحاجات دي اصلا تتمس من الهوا كده تعمل مشكله. مش قصدي ايه، ما احنا مصدقنا خلصنا من مراتك الاغنيه شبه البوكسر دي، كانت الواحد الصبح بوشها الصبح يبقى يوم منين تروح جايب الجراده دي، احنا ناقصين. دكتور قصدك ان منال كانت وحشه؟ سيبك من منالوطه خالص. بص دي اموره ازاي والنبي لا تبص لها. بص ايوه بعت لها قصريه زي اللي فوق راسها دي تلبسها لها انت كمان. ودي ناوي تخلف منها ان شاء الله؟ والله اللي يجيبه ربنا كويس كله رزق. طيب يلا ربنا ياخدكم، قصدي ربنا يوفقكم. انا لازم اقوم اشتري ورد عشان علي عايز ورد. اتفضل. واسيبكم اوعوا تلعبوا في حاجه. لا خالص. لو حملت وعايز تولدها ما تجيش عندي. حاضر. انا عارف دكتور كلاب رهيب هيولدكم انتوا الاثنين. هي بس تحمل وانا هتكفل بكل حاجه بقى بعد كده. نورت يا جميل مشروعي الصغير. ربنا يخليك يا علي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ده ايه الجمال ده؟ بصراحه ده مشروع هايل ويجنن. بص بقى يا علي، انا عايزك تنقي لي حاجه كده جميله على ذوقك. هو انت غريب يا جميل، ده انت صاحب مكان. ايه رايك في البوفيه ده؟ لا يا علي، لا لا لا، انا ماليش راي في الحاجات دي خالص، الراي راي مراتي. صحيح، نسيت انك هفل. بتقول حاجه يا علي؟ لا ابدا، بقول المدام اللي تؤمر بيه. هو انا ليا راي بعد رايك يا جوجو؟ ما هو لازم حد فيكم يختار عشان نخلص. يا سوسو، بصي اصل يا علي الزهور دي زي الستات، لكل لون معنى ومغنى، انما انا ما عنديش غير لون واحد، لون اعتصام مراتي. عصام؟ اعتصام مين يا علي؟ اعتصام. اعتصام مراتك. طيب انا تحت امر المدام والله. طيب ايه رايك في النوع ده؟ ايه العرب ده يا علي؟ وريني كده. يا ست هم رشينه مجاري ولا ايه؟ طب معلش يا جميل، بص كده على النوع ده. يو انيل وادل، ابعد يا علي ابعد. في ايه؟ انجي انت بتعملي ايه؟ اصل انا كان في نمله كبيره قوي معديه من هنا فقلت ارشها بالمبيد ده. ازيك يا استاذ جميل، منورنا والله. ازيك يا استاذ عصام؟ اعتصام انجي. اعتصام زي القمر ما شاء الله، اسم مش على مسمى خالص. لا الله يخليك، ذوقك حلو قوي يا استاذ جميل. اهلا وسهلا. ازيك يا مدام؟ يا بختك بالاستاذ علي، جايب لك مشتل ورد في البيت. يا سلام، هو ده اللي عجبك؟ ايه اعتصام، انا بجيب لك كل حاجه يا ماما. انا عارفه حبيبي. وريني بتاع الفيل ده. حسابك معايا بعدين يا انجي. ماشي يا علي، طالما حسابنا مع بعض بعدين. اهو المشروع. مفيش فايده المشروع، مفيش فايدة. بس علي وديكسان، علي وانجي ما يجتمعوش في مكان. يلا بينا. يلا بينا. استنى يا جميل، انا اسف على اللي حصل ده حبيبي. انا مش قابل لك اي اسف. مش هقبل لك اسف الا اذا المدام قبلت اسف. قبل اسفه؟ لا حسبنا بكره مع بعض. ابعد عن وشك. يلا يا ماما. يا جميل ما يصحش كده. طب ما شربتش حاجه؟ طيب انا شربت بلا. ايه ده؟
ميسون وشريف مع بعض، تعملوا ايه هنا؟ انا جيت اشتري ورد يا عمي عشان خاطر العليه، النهارده الفالنتاين. فالنتاين وعمي؟ بقولك ايه؟ ايه اللي خرجك مع شريف من غير ما تقولي لي؟ ما انا بصراحه خفت اقول لك لحسن ترفض. يرفض ايه بس؟ ده انت لو قلت له رايحه مع شريف البيت هيوافق عادي. انت تخلص خال، اخرس. بقولك ايه؟ اوعى تشتري ورد من هنا، الورد اللي هنا معفن. جراها جميل، انت هتقطع عليا ولا ايه؟ ولد اسمي الاستاذ جميل، ان ما وريتك حسابنا بكره. اتك على الله. يلا اتفضل يا شيفيه، اتفضل، انا تحت امرك. قبل ما اتفضل. ايوه اتفضل. انت الورقه دي ايه دي يا حبيبي؟ ده دكتور سمير بعتها لك عشان تتوصى بينا وما تزودش علينا السعر. ابن النصحة، طول عمرك ناصح يا روح بابا. تعال يا حبيبي اتفضل. اتفضل ساعة البيت. يلا يا ميسونتي. اتفضل. من هنا. ايوه. الو. ايوه صباح الخير. هو حضراتكم بتوع افتح مشروعك من بيتك؟ طب هايل. من فضلك انا كنت عايزه افتح مشروع الورد زي علي جوزي. هو سحب من عندك ورد كتير جدا. ممكن بعد اذنك تعملي بقى تخفيض وسعر مخصوص وكده؟ ايه الورد غالي؟ النهارده الفالنتاين والسحب كتير. سحب كتير فعلا قوي. طيب اوكي مفيش مشكله، انا موافقه. طيب ممكن بسرعه تبعت لي الحاجه من فضلك؟ تاخد العنوان؟ عندك. صح. شكرا. في انتظاركم. كده علي سحبت الورد كله، قوم غلوا عليا. شدوا حيلكم. الله ينور. لو سمحتي ما تخليش وردك الدبلان يلمس الورد بتاعي. يا سلام، وردي انا دبلان؟ ده قصر دالي ازعر. ازعر؟ انا ازعر؟ ايوه. طويل وازعر، طويل وازعر، بيت انعر، بيت انعر، اخدوا وردي، اخدوا وردي. ما تكلمي وليها، في ناس واقفه. ايوه خلاص نسيت. خلاص بقى يعني سيبني احسبهم عشان يمشوا. متشكره قوي يا شباب، شكرا، تسلم ايديكم. تحت امرك يا مدام. الله يخليك. متشكره قوي. هو بيقول ايه؟ لا ده بيقول لك متشكرين يا بس خلاص ما تكملش. خلاص شكرا. مع السلامه. اتفضل. جبت لنا الكلام قدام، ثم ايه اللي انت بتقوله ده؟ طويل وزهر، طويل وزهر.